وسمونه مولوديه وهران. قاعده جماهيريه من دهب. ركله جزاء بناء الحمري والهدف الاول في المباراه 1-0 عبر ابو سالم. فريق عنده جماهيرية ما شاء الله. الناس تبكي على هذا الفريق. عندهم إمكانيات باش يخرجوا الفريق من هذه الأزمة اللي هي فيها إن شاء الله. كونتون فون. متعونا، عطونا أداء شباب. جمهوركم يكونش الجمهور ما يدير والو، ما تمشي عليه بسرعة. كرة في منطقة الجزاء، محاولة، فرصة لمولودية وهران، الدفاع يتدخل، هنا الثوابتي يعلن عن ركلة جزاء، يعلن ركلة جزاء، بطاقة صفراء لبوشار. ونلعب مصير، فريق مصير، ولاية. يتقدم، هل هو الهدف الأول فعلا؟ أبناء الحمري والهدف الأول في المباراة 1-0 عبر أبو سالم، 1-0 عبر أبو سالم، بواحدة في الشبكة يسعد الجماهير.